رغم الخراب والدمار والمآسي اللي بيعيشها أهلنا في فلسطين كل يوم، بس هم عندهم عزة وقوة وإيمان وثابتين على الأرض لأنهم أصحاب حق. الأرض أرضهم، عشان كده عمرهم ما هيسيبوا جذورهم اللي متأصلة من آلاف السنين في الأرض دي. الناس دي عندها قوة وعزيمة وإرادة. امبارح كنت بكلمكم عن معتز العزايزة وصالح الجعفراوي، الصحفيين الشباب اللي بينقلوا حقيقة الحرب، حقيقة اللي بيحصل على أرض غزة، حقيقة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقبلهم وائل الدحدوح مراسل الجزيرة اللي أهله استشهدوا وصلى عليهم وكمل تغطية على طول، وفضل يشتغل رغم ألمه الشديد وحسرته على بلده وعلى أهله عشان ينقل الصورة كاملة. الناس دي كل واحد فيهم عنده هموم تهد جبال، بس هم بيحاولوا يخطفوا ولو لحظات صغيرة عشان ينسوا. هم مش هينسوا، بس لحظات يغنوا فيها يمكن الغنى يخفف عليهم وجعتهم. وحتى في أغانيهم هتلاقوا رسالة بينقلوها لكل واحد في العالم. كل يوم بنشوف أطفال بتتقتل بدم بارد، كل جريمتهم إنهم فلسطينيين. الأطفال اللي المفروض يعيشوا حياتهم يلعبوا ويتهنوا زي أي طفل في أي حتة في العالم، لكن في فلسطين وضع الطفل بيختلف. في فلسطين الأطفال بتموت والعالم ساكت، العالم أخرس، العالم متواطئ. تعرفوا لو الفيديوهات اللي بنشوفها لأطفال فلسطين كانت لأطفال في أوكرانيا مثلا، كان قادة العالم عملوا مناحة. جمعيات حقوق الأطفال علقت المشانق، بس دول يخسروا فلسطينيين. عشان كده مش هتلاقي بايدن ولا ماكرون ولا رئيس وزراء بريطانيا ولا مستشار ألمانيا يتهز فيهم شعرة. أطفال فلسطين نفسهم جوه الدمار والمآسي عايشين، عايشين وبيحلموا إنهم يطلعوا من الكابوس. ده حلم ولا بجد؟ لا، ده ولا حلم ولا بجد، ده كابوس. فيديوهات انا يعني اصريت ان احنا نعرضها على حضراتكم، لانه يعني لو كانت الصوره بألف كلمه فالفيديوهات دي بمليون الف تريليون كلمه. مفيش بقى ولا تليفون نكلمه مع شخصيه ولا حد نستضيفه يعلق على الفيديو لانه بلا تعليق. اما البنت الصغيره دي تقول لك يا عمو هو ده اللي بيحصل، ده حلم ولا بجد؟ يا مجتمع يا دولي، يا امم يا متحده، يا مجلس يا امن، يا اي حد في العالم، يا بتوع حقوق الانسان، يا بتوع حقوق الاطفال، يا بتوع حقوق الحيوان، يا بتوع اي حقوق، ردوا عليها، ردوا عليها، قولوا لها. لان انا ما عنديش اجابه، الاجابه الوحيده بس انه كابوس، بس يمكن انتوا تكونوا عندكم اجابه اقوى من اجابتي. طيب، المجتمع الدموي فنه شبهه، والمجتمع المسالم اغانيه بتعبر عن المعنى ده. تقدر تفرز ده بوضوح من الأغاني اللي عبرت عن حرب الإبادة اللي بتحصل في قطاع غزة. هتلاقي كاظم الساهر بيعمل أغنية بالإنجليزي عنوانها Hold Your Fire، أو وقفوا إطلاق النار في غزة. قيصر الأغنية العربية بيتكلم عن السلام ووقف الحرب وعن الحب، معمولة مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية. أغنية عشان الموسيقى يبقى لها بعد إنساني يدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة، وكل عوائدها هتروح لمنظمة الأونروا. كاظم الساهر بيقول Hold your fire، أوقفوا نيرانكم لأجلكم ولأجلنا. يعني بص، يعني هو ما بيتكلمش عن نفسنا، يعني ما بيتكلمش عنه، يعني عن الجانب الفلسطيني، لا، هو بيقول لأجلكم ولأجلنا. بصوا الجمال. تعالوا بقى نشوف في إسرائيل، شوف السفاحين لما الفن يعبر عنهم. أغنية رابر إسرائيلية بتحول الغنى لسلاح قتل. الأغنية بتطالب بسحق قطاع غزة وقتل عارضة الأزياء الأمريكية اللي هي من أصل فلسطيني بيلا حديد. طبعا دي جاية جدا على هوا الصهاينة، وهي اللي متصدرة انها تبقى الاغنية الاكثر شعبية في اسرائيل دلوقتي. اغنية عنوانها بالسيوف والضربات، بتطالب اشهر وحدات جيش الاحتلال بسحق قطاع غزة. كتابة اسماء القتلى الاسرائيليين في عملية 7 اكتوبر على القنابل اللي بتقصف المدنيين في غزة. اغنية عبارة عن لائحة اغتيالات وتهديد صريح بالقتل.
أغنية بتطالب بقتل مواطنين أمريكان منهم العارضة الفلسطينية الأصل بيلا حديد اللي هي واخدة الجنسية الأمريكية، والمغنية دواليبا بسبب دعمهم للفلسطينيين. أيضا أغاني أخرى بتطالب باغتيال قادة حماس إسماعيل هنية، محمد الضيف، زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، يحيى السنوار. شوفوا، صحيح كل إناء ينضح بما فيه، حتى اللحن سارقينه، تخيلوا.